الدكتور المهندس سامي. ونعم. مسي عليه بالخير. تمسي عليه من وين؟ هو في استراليا الان. الله يحضر الدكتوره. استراليا اسلم. المهم كنا نلعب خلف الرشيد. يعني كان يمكن اقرب واحد على سالفه يا شباب. كنا انا وياه نلعب. قلت يا رجال انا اعرف ابني. خارج من الشر. حجر صغير ابني منها شكل منها شكل بيت وكذا. بنيت وتعرف بحجر صغير متى يرتفع لك البنيان متى وبني 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 وبني. في النهايه طفش هو صغير بيني وياه يمكن 5 سنوات. انت صدق تعرف تبني؟ الشكل ايه كشكل هندسي كذا حلو. حجر صغير بشكل مجسم بيت. ايه مجسم بيت عشان تبني بيته. لا وجاء طفش وانتظر جيب الحجره دي جيب الحجره دي جيب الحجره دي ويجي يوم بنيت وخلصت يجي يصفق البيت كذا طع وانهدم ويحط رجله حاط رجله ومشى مسافه طويله واخذ لي حجر. بعدين في اللي يرعون يعرفون في حجر يطلع صوت تمسكه من النص المسقال في حجر لا يكون حاد من جهه اذا مسكتها بالعكس يمشي معك سيده وذاك اللي أيوة. سطحي ممسوح مسك اخذ الحجر دي وهو يمشي وقنص عليه هنا تخيل في عز الظهر قبل الظهيرة كذا في شمس يكون دمك فاير والله الدم اني اشوفه هنا كانه صدف وريد يا ولد قلت له شفت كيف كاني قناص غدا نفو الا يطيح قلت انها اصابه بسيطه كذا اغمى عليه واشله واجيبه من عند الوالده وعدي سرعه تقول الوالدة ايش سويت ايش سويت انا عارف ايش سويت فضيحه ايش سويت ايش سويت ولا شيء ولا شيء ودي يا ولد اخذ فاين اخذ لي فاين وسد فتحه المسمار التهريب زمان كانوا ياخذون صامغ صامغ زمان صامغ وعقلك تخيل زمان اذا جاك اصابه يعني بس مو مكان خطير يدك العويدي وبعضها المضاد الحيوي اللي الكبسوله دي فكها صب البودره حقها يقفل على الجرح وفي شجر عندنا العثرب اسمها العثرب عندنا حط التمره بعدين تحط الشجره ذي معروفه تكوي الجروح تدق مويتها وتحط الشجر مع الورق المهم حلوة. غطي الرجال واحاول فاين يعني عمليه جراحيه ساعه وانا اغطي عليه خلي تسمع لا تعلم اخوك اخوي اكبر مني اني فضخت راسي هذا درسني في 3 ابتدائي اخوي ما شاء الله من زمان مدرس تعلم لا الان مدرب تقاعد مدرب معناته انك كبير قالت لا اخوي المهم جاء يعلم اخوي اتفقت انا وياه قال خلاص يلا الله يستر عليك راح ويصحى اخوي العصر وش سويتم؟ ما حصلتم الا ترامون بالحجاب؟ ما حصلت اللعبة ذي قلت والله خرب علي بيتي بس كذا أقول لك قلت لكم أكثر من مرة لأن إذا عاندته أنا هو ما شاء الله عليها أشول والأشول ذولا قناصين على طول ما تخفي سكني هنا بحجار من قبل وسكني هنا بحجار من قبل قلت هذا فرصتي قلت له يوم شفت بس أنا اللي أنا ريحة قلبي يوم قلت له شفتني كيف قناص بعدها طاح طف انه اي يوم طاح يا ولد اقسم بالله دم طلع منه دم طلع من المكان ذي